لكم أنتم نسمع مشاهدينا الكرام. ارتفاع متواصل لأسعار الخضر والغلال في الأسواق التونسية وتراجع نوعيتها بسبب تأثيرات موجة الحرارة القياسية. وزير الاقتصاد والتخطيط يقول إن حجم الاقتصاد الوطني لا يؤهل تونس للالتحاق بمجموعة بريكس وإن اتفاقها مع صندوق النقد الدولي يبقى مهماً. تونس تدعو روسيا إلى مزيد دفع نسخ المبادلات التجارية والاستثمارات الروسية في إفريقيا في مختلف المجالات. السلام عليكم. شهدت أسعار عدد من المنتوجات الاستهلاكية في تونس ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة دون سابق إعلام، ما أثر بوضوح على المقدرة الشرائية للمواطن. كاميرا الأخبار رصدت الأسعار المرتفعة في الأسواق والتي أرجعتها وزارة التجارة إلى العوامل المناخية المؤثرة على الإنتاج. قد تنقل هذه الصورة بعضاً من معيش التونسي. تدخل السوق، تتجول بين المعروض، تتثبت من الأسعار وتكتفي بحبة خضار واحدة. فالأسعار حسب العديد تبدو في ارتفاع متواصل واختلاف من تاجر إلى آخر، هذا إضافة إلى نوعيتها التي تأثرت بارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه. ها شوي 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 40,000، والله مش الكيلوات ما سماش، رطيل ونصف رطل. ها اشتروا الفارغ، عندي 6 برجين قرا وهاني مروح. كان الحم غالي، كان غلة غالية، كان خضرة غالية، البطاطا توا تخدم من 3000 واش. شنو لما وين خدام باش تاخذ صحن مقلي من 3 تكلم لك ب 15,000. بيع كيما يحب. تكلم على الغلاء. 2000 2500 4000 برج دلاع يا بابا ب 8000 ب 7000 فرنك. كيلو عنب ب 7000 يا اخي، واحد ما عادش ياكل الغله. العنب راهو موسم الانتاج نتاعو، ذروه الانتاج تكون خاصه في شهر اوت وشهر سبتمبر، ديما شهر شوان وجويليه تكون مستويات الاسعار مرتفعه شويه بحكم اللي الانتاج بدري. نبدا ندور باش نلقى معناتها ما يهمناش في لا وما يهمناش في الغلاء، قولوا قداش حاجه باهيه هاكا ما يسالش، باش نلقى كلها معشه. نقص الامطار والشهيري هذاك هو. هذيك التبعات اللي نتحملوها نحن. مثال بسيط، تو خذيت جبن الكيلو زاد فرد ضربه 4200، جبن مرحي موتزاريلا، شيء كبير اختي ما نحكي لك، ما ومسكين الزوالي. الباعة من جانبهم يتذمرون من ارتفاع الاسعار في سوق الجمله وقله تزويدهم بالمنتوج. وصلاع ناقصه ما فماش، انا كي نمشي نشري كي نسمع الاسواق ما اصلا ندور ونروح، في الجمعه نخدم نهارين. انا نشري بالغالي نبيع بالغالي، ما فماش حاجه رخيصه. تاكي من فلوس ب 4000 يمشي فيها بدون 800 يمشي قداش حط؟ كنت ناخذ فيها اللامه فيها 6 كعبات دينار، تو ناخذ فيها 9000، ما تشبهش حتى 200 فرنك بالملوجي، نبيع فيها ب 1500. ارتفاع في اسعار بعض المنتوجات، قالت وزاره التجاره وتنميه الصادرات على لسان مدير المرصد الوطني للتزويد والاسعار رمزي طرابلسي، انه يعود اساسا الى ارتفاع درجات الحراره التي اثرت على الانتاج. سجلنا بعد خاصة الموجات الحرارة الاستثنائية وموجات الشيلي، تأثرت منها عدة منتوجات فلاحية خاصة مادة الفلفل اللي تضرت خاصة في مناطق الانتاج كما ولاية الكيف ومناطق الوطن القبلي. اليوم حتى مستويات الأسعار ارتفعت على مستوى الضيعة وتراوحت بين 2500 و3000، هذا من جراء العوامل المناخيه، بدرجه اقل ماده الطماطم، كيف بعض اصناف الغلال اللي تضرت موجات السخانه وموجات الحراره. عوده الى مؤشرات الاسعار العاديه يؤمل ان تتحقق مع انخفاض درجات الحراره في المده القادمه وتكثيف العمليات الرقابيه والتي كانت قد اسفرت خلال شهر جويليا الجاري عن رفع اكثر من 2000 مخالفه اقتصاديه. أبرزت معطيات صادرة عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية أن العائدات السياحية خلال الشهر الحالي شهدت ارتفاعا ب 55.1 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة، وارتفاعا بنسبة 28.8% مقارنة مع السنة المرجعية 2019. معطيات ترجمها ارتفاع عدد الوافدين من السياح الأجانب وعدد الليالي المقضات.
قفزت عائدات السياحة في تونس في حدود 20 جويلية الحالي إلى أكثر من 3295 مليون دينار بنسبة تفوق 55% مقارنة بالفترة نفسها من السنة المنقضية. المؤشرات التي أوردتها وزارة السياحة والصناعة التقليدية تترجم الإقبال الهام للسياح الوافدين على تونس، حيث بلغ العدد الجملي للذين اختاروا قضاء عطلتهم في ربوع تونس الخضراء 4,590,000 سائحا بنسبة ارتفاع فقط 4% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 22 و2000. بدوره سجل عدد الليالي السياحية المقضاة في النزل والوحدات الفندقية ودور الضيافة ارتفاعا ب 47.7% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. هذه المؤشرات اعتبرها وزير السياحة محمد المعز بالحسين أنها تبشر بموسم سياحي واعد، داعيا أصحاب الوحدات السياحية إلى توفير أفضل الخدمات للسائح التونسي من أجل تثمين السياحة الداخلية. فالسياحة تعد ركيزة مالية هامة في منظومة الاقتصاد، وخاصة في تحسين مداخيل تونس من عملة صعبة بفضل تحويلات التونسيين بالخارج. ويحسب لنجاح الموسم السياحي الحالي أن تونس صارت وجهة آمنة وثابتة سياحيا للبواخر التي تحظى بنسبة رضا تفوق 80% وفق معطيات ندلى بها وزير الداخلية كمال لفقي في جلسة حوار بمجلس نواب الشعب، مؤكدا أن عدد الرحلات البحرية تطورت من 22 إلى 46 رحلة مقارنة بالسنة الماضية، وأن كل الجنسيات ممثلة في صفوف المجموعات الوافدة إلى تونس. ولعل الانتعاش الكبير في القطاع السياحي تعود أيضا إلى التنوع في السياحة الإيكولوجية البديلة التي لاقت رواجا منقطع النظير، من ذلك السياحة الجبلية والسياحة الصحراوية وسياحة التجوال. عقدت أمس الجمعة بمقر الحكومة بالقصبة جلسة عمل بإشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن، خصصت لمتابعة برنامج عمل وزارة الصناعة والمناجم والطاقة فيما يتعلق بمشاريع الانتقال الطاقي. وتم خلال الجلسة عرض مذكرة حول تقدم برنامج الانتقال الطاقي في المنشآت العمومية ومدى تقدم إنجاز مشاريع النجاعة والرصانة الطاقية ومشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. كما تم التطرق إلى منظومات إنتاج الكهرباء وتوزيع المحروقات والحرص على تزويد السوق بهذه المنتجات بالطريقة المثلى، خاصة خلال فترة ذروة الاستهلاك. وأكدت رئيسة الحكومة ضرورة الإسراع في تنفيذ مختلف المشاريع والبرامج في أقرب الأجال، خصوصا منها الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة. كما دعت إلى مزيد التنسيق بين مختلف الوزارات والهياكل المعنية لبلوغ الأهداف المرسومة. كما خصصت جلسة عمل أمس أشرفت عليها أيضا رئيسة الحكومة نجلاء بودن للنظر في الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وأهم محاورها الأربعة، وهي تنمية القدرة التنافسية للاقتصاد الدامج والمتنوع القادر على خلق مواطن شغل لائقة ومثمنة، تنمية رأس المال البشري، حوكمة سوق الشغل، ووضع آليات لتنفيذ الاستراتيجية بصفة تشاركية. وتم خلال الجلسة كذلك تأكيد ضرورة تحيين الاستراتيجية قصد ملائمتها مع رؤية تونس في أفق العشرية القادمة ومع برنامج الإصلاح الاقتصادي ومخطط التنمية للعامين القادمين. في مجلس نواب الشعب قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير الصعيد إن حجم الاقتصاد التونسي لا يؤهل البلاد للالتحاق بمجموعة بريكس، لكن هذا لا يعني استثناء أي تكتل أو أي جهة يمكن التعامل معها لما فيه مصلحة تونس بما في ذلك هذه المجموعة. وأضاف صعيد خلال هذه الجلسة العامة بالبرلمان التي خصصت للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى الاتفاق المنشأ لمؤسسة إفريقيا للتمويل أن اتفاق تونس مع صندوق النقد الدولي يبقى مهما، وإذا لم تصل تونس إلى اتفاق سواء مع الصندوق أو مع أي بديل فسيكون لها ترقيم سيادي ضعيف. بالنسبة لي أنا صندوق النقد الدولي وإلا أي بديل بلان بي كو جو ني با مي سو كي اون لو بلان بي ماذا بينا يطلعوا يقولون شنو ما خلينا نناقشوا مسالش ونبقى مستعد نبدل الراي. اذا لقيت بلان بي مقنع اكثر من صندوق النقد الدولي اول من يغير رايه تكون انا، اما الى حد هذه الساعه انا ما لقيتوش. اذا اللي نحب نقوله كانوا اصلاحات في تونس ضروريه ويجب تعميق هذه الاصلاحات، بدانا فيها، هذه الحكومه بدات تشتغل على كل هذه الاصلاحات بالتوازي. سنراعي ومطلب السيد الرئيس شرعي جدا، يقول السيد الرئيس كونه ما يلزمناش طبعا الفئات ذات الدخل المحدود تكون هي الضحيه بطبيعه الحال،
سنعمل وسنراجع الوثيقة وسنراجع هذه الإصلاحات والمقترحات اللي هي مقترحاتنا احنا، رو احنا سعينا لصندوق النقد الدولي مش هو اللي جانا. بالنسبة لي انا الهدف هو تمكين تونس من اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، وإلا البديل إذا إن وجد باش نكونوا عندنا الإمكانيات ليش باش ننفذ هذا المخطط. علاش لاكور دو لافامي وإلا ليكيفالون تاع لافامي اللي تمبورتون؟ على خاطر التوازنات وانعدام التوازنات اللي حكيت عليه منذ قليل يجعل كونه الممولين الدوليين ولا الممولين الخاص ولا أي نوع من التمويل يوخروا بتوالي. لماذا؟ لأنهم يخافوا للقروض اللي يعطيوها لتونس، تونس ما تكونش في وضعية سداد لهذه القروض. كيف إذا كان ما وصلناش لاتفاق مع صندوق النقد الدولي وإلا الإكيفالون تاعه مش يكون عندنا ترقيم سيادي ضعيف، يعني لا يمكن لنا اللجوء إلى السوق الدولية للاقتراض. أكد نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن خطة العمل المعتمدة في القمة الروسية الأفريقية الثانية في صميم الأجندة التنموية للقارة، مشيرا إلى أنها تعتبر لبنة جديدة في إطار تعزيز التعاون والشراكة بين الفيدرالية الروسية والقارة الأفريقية، وتنصهر في صميم الأجندة التنموية الأفريقية لسنة 63 و2000. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار في كلمة خلال مشاركته في الدورة الثانية لقمة روسيا أفريقيا بسان بطرسبورغ أن الطموح هو جعل الفضاء الروسي الأفريقي نموذجا للاستقرار والتكامل والتضامن في الوضع العالمي الراهن، والذي يقتضي آليات جديدة تستخلص كل العبر من نقائص التجربة السابقة، خاصة على مستوى النظام الدولي المالي والتجاري والاقتصادي، خاصة وأن أفريقيا تتطلع لبناء شراكات من شأنها المساعدة على دعم مقومات التنمية الشاملة في بلدانها وتحقيق مقدرات العيش الكريم لأبنائها، معتبرا أن خطة العمل المعتمدة خلال هذه القمة لبنة جديدة في إطار تعزيز التعاون والشراكة بين الفيدرالية الروسية والقارة الإفريقية، وتنصهر في صميم الأجندة التنموية الإفريقية لسنة 63 و2000. وأضاف وزير الخارجية أن استدامة الشراكة ووسعها يعتمد على الصمود بشكل كبير على ملكيتها من قبل الجميع وعلى قدرتها على تحديد الاستجابات الملائمة لتحديات مشتركة. كما دعا وزير الشؤون الخارجية إلى وضع آليات تمويل مناسبة لتجسيمها على أرض الواقع، وذلك من خلال مساهمات مختلف الأطراف الراغبة والقادرة على ذلك، متوجها بالدعوة أيضا إلى الجانب الروسي إلى مزيد إلى العناية اللازمة لدفع نسق المبادرات التجارية والاستثمارات الروسية في إفريقيا في مجالات الزراعة والصناعة والطاقات المتجددة، إلى جانب تشجيع بناء القدرات وتكوين الكفاءات والتعليم ونقل التكنولوجيا وتفعيل التعاون في مجالات الصحة والرعاية الصحية، فضلا عن تأمين الحاجيات الغذائية للقارة خاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية. وطرح وزير الخارجية خلال مشاركته مقترح تونس النظر في إيجاد أطر دائمة ومؤسساتية للحوار والتعاون بين المجموعة الإفريقية والتكتلات الإقليمية الأخرى التي تلعب روسيا فيها دورا محوريا، مثل المجموعة الأوراسية ومنظمة شنغهاي للتعاون وكذلك مجموعة بريكس. هذا وعبر وزير الخارجية نبيل عمار عن مساندة تونس للمبادرة الإفريقية لحل الخلاف الروسي الأوكراني وتجديد دعوتها إلى توخي الحوار وانتهاج فض النزاع بالطرق السلمية كمخرج للأزمات. كرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله أمس أن روسيا مستعدة لعقد مفاوضات مع أوكرانيا، لكن كييف ترفض المشاركة فيها. قول بوتين يأتي على خلفية إلحاح زعماء فارق عليه للمضي قدما في خطتهم للسلام لإنهاء الحرب وتجديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية. روسيا مستعدة لعقد مفاوضات مع أوكرانيا لكن كييف ترفض المشاركة فيها، هكذا كرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله اليوم ردا على تصريحات رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الذي تحدث أمام قمة روسية إفريقية في سان بطرسبرغ، وقال إن الاتحاد يولي أهمية كبيرة لسلامة الدول وسيادتها والتسوية السلمية للأزمات عبر المفاوضات. الرئيس الروسي قال أيضا لزعماء الأفارقة اليوم إن موسكو تحترم اقتراحهم للسلام مع أوكرانيا وتدرسه بعناية.
وألح زعماء أفارقة اليوم على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كي يمضي قدما في خطتهم للسلام لإنهاء الحرب الأوكرانية وتجديد اتفاق لتصدير الحبوب الأوكرانية انسحبت منه موسكو الأسبوع الماضي. وجاءت كلمات زعماء الأفارقة كتذكير للرئيس الروسي بمدى عمق القلق الإفريقي من عواقب الحرب وتحديدا تأثيرها على ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وقالت كييف إنها غير مستعدة لخوض مفاوضات مع روسيا التي تسيطر على خمس الأراضي الأوكرانية منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. مساعى إفريقية وأيضا دولية من أجل إنهاء الصراع الروسي الأوكراني ووقف حرب ما تزال رحاها الدائرة. أحدث وقائعها ما أعلنه الجيش الروسي اليوم عن إسقاط صاروخ أوكراني فوق مدينة جنوب روسيا، مشيرا إلى أن شظايا الصاروخ أصابت عددا من المدنيين وألحقت أضرارا ببعض البنايات. جددت وزارة الخارجية الفرنسية عدم اعترافها بالقادة الذين ظهروا جراء الانقلاب العسكري في النيجر، وأن محمد بازوم هو الرئيس الشرعي الوحيد للبلاد. وطلبت المجتمع الدولي بالاستعادة الفورية للنظام الدستوري والسلطة المدنية المنتخبة ديمقراطيا. يأتي هذا إثر إعلان عبد الرحمن تياني رئيس الحرس الرئاسي الذي أطاح بالرئيس هذا الأسبوع حاكما للبلاد. وكان جنود من الحرس قد احتجزوا الرئيس المخلوع محمد بازوم في القصر الرئاسي يوم الأربعاء الماضي وأعلنوا الإطاحة بالحكومة. هذا ستعقد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا اليوم السبت قمة طارئة بخصوص النيجر في أبوجا عاصمة نيجيريا. بالرياضة إذن تنتهي النشرة، وأذكركم بعناوين أبرز ما جاء فيها. ارتفاع متواصل لأسعار الخضر والغلال في الأسواق التونسية وتراجع نوعيتها بسبب تأثيرات موجة الحرارة القياسية. وزير الاقتصاد والتخطيط يقول إن حجم الاقتصاد الوطني لا يؤهل تونس للالتحاق بمجموعة بريكس، وإن اتفاقها مع صندوق النقد الدولي يبقى مهما. تونس تدعو روسيا إلى مزيد دفع نسق المبادلات التجارية والاستثمارات الروسية في إفريقيا في مختلف المجالات. شكرا لكم على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.